فبهذا العنوان نحن نرى أن هذا العمل محرم. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد. تفضلوا سيدنا. صراحنا يا يلك ونبي نعرف شلون نقتدي بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم. اي نعم سيدنا، اذا ممكن تعرفنا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. حاضر، وعلى أمركم وبالخدمة، بس ممكن تقولوا لي شنو السبب اللي خلاكم تاخذون هذه الخطوة؟ هذا أخوي أبو فيصل راح يشرح لك أحسن مني. تفضل يا أبو فيصل. احنا ما كنا على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ولدي فيصل كان مريض ومرضى جايد، ضلوعه كانت مكسورة وما له علاج لا داخل الديرة ولا برا الديرة. يوم وديته برا قرروا انه يسووا له عملية، صراحة خفت عليه رجعت في الديرة. اي نعم سيدنا، وفيصل رجع ولد الديرة وما سوى العملية. عجيب. وبعدين صار يا ابو فيصل؟ بصراحة سيدنا عندي موظف بالدوام من اتباع اهل البيت سلام الله عليهم، يوم شافني متأذي مع ولدي فيصل قال لي ابو فيصل تسمح لي اكلمك بموضوع فيصل؟ فيصل تفضل. ليش ما تسمع كلامي؟ وان شاء الله يكون في علاج. علاج فيصل؟ يا معود انا مستعد اعطي كل اللي عندي، بس قول دلني على العلاج. انا اعرف دكتورة عندها العلاج، وكانت مصابة بنفس المرض، اضلاعها مكسورة والكسر شديد. اضلاعها مكسورة. تكفى الحق علي دلني عليها. شو اسمها هذه؟ وهي السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. عليه الصلاة والسلام. زين شو اسوي؟ علمني. تنادي بأعلى صوتك 3 مرات يا فاطمة الزهراء، 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 يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك مولاتي. لا تخيبين ظن، حاشاك تخيبين الظن. يما يما يا فيصل. شو بواقف بروحه؟
خير وخير صاير. ايه بقى يا احمد؟ ما تسوق عمرك يا تاني؟ حرمه؟ اي حرمه يا مال؟ يبا ما انا نايم دشيت علي حرمه ومسحت على دروعي والحين ما احس باي عور. فيصل ما سالته شنو اسمها؟ هي امي سالتها وقالت انا السيده اللي ناداها ابوك قبل شوي. يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك مولاتي، ما قصرت. يلا وين تمشي؟ كانت حاط ايدها على بروحها، شنو يعورونها؟ تاج الحزن يا المختار بي انا بدار، قولي انا بدار وهالدمع الرزين، وانت يضمك ترابي سلام الله عليك وولادي ولعن الله من ظلمك.